بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي يا أبطال أعرض عليكم في الدقائق القليلة القادمة خطة العمل من خلال صفحة بنذاكر وقناة اليوتيوب وموقع بنذاكر. يا ترى ايه الفيديوهات اللي هنقدمها لكم في الفترة القادمة، او ايه الملفات اللي ممكن تحصلوا عليها في صورة PDF او صور تفيدكم جدا في الفترة القادمة الحاسمة اللي هي من 15/5 وحتى 6/6 قبل الامتحان بيوم. ان شاء الرحمن الرحيم هنقدم لكم 5 حاجات. اول حاجة دليل التقويم، دليل تقويم النسخة الأخيرة 2015 اللي نزل من خلال المركز التربوي للتقويم الامتحانات في من قيمة 3 شهور كده، نزلوا نسخة. النسخة دي مهمة جدا لأن فيها أسئلة جديدة وفيها قطع نحو جديدة وأفكار جديدة وفيها قطع بلاغة جميلة. من خلال رابط أسفل الفيديو اللي بتكلم فيه دلوقتي ده تقدر تنزل النسخة دي عندك في صورة كتاب إلكتروني أو PDF وتطبعها، أو تفضل على جهازك وتبدأ تشوف الأسئلة اللي فيها وتجاوبها. طبعا هي نسخة غير مجابة، لكن من خلال صفحة بنذاكر إن شاء الرحمن الرحيم برضو هنرفع تباعا إجابات دليل التقويم النسخة اللي معاك ديت، بحيث أنك أنت تتأكد من إجاباتك. ومن خلال راديو بنذاكر أيضا في حصة ثابتة من خلال راديو بنذاكر على صفحة بنذاكر تقدر تخش الراديو يوم الأربع الساعة 10 مساء، أيضا من خلالها هنجاوب أسئلة دليل التقويم 2015. مهم قوي أنك أنت تطلع على أسئلة الدليل ده وتعرف إجابتها سواء شفوي أو تحريري. مهما تكون حليت لازم تبص على هذه الأسئلة لأنها أسئلة معتمدة من الوزارة وأفكارها حلوة وفعلا ممكن تكتفي بها لأنها يعني شاملة لكل أجزاء المنهج وفيها أسئلة جميلة. لكن مش هنعتمد على إجابات دليل التقويم لأنها مكتوبة بسرعة وبطريقة غير فنية، احنا بس يهمنا منه الأسئلة. فدي أول حاجة إن شاء الرحمن الرحيم هنقدمها لك من خلال موقع بنذاكر وصفحة بنذاكر. كمان هنقدم بإذن الله في الفترة القادمة أيضا الإجابة النموذجية للامتحان التجريبي. كان في امتحان تجريبي كده نزل من فترة، الوزارة برضو نزلته، والامتحان ده كان فيه أسئلة جيدة وأسئلة جميلة وأسئلة عادية، يعني برضو هنجاوبه عشان ناس كتيرة كانت طلبت مني إجابته. فإن شاء الرحمن الرحيم هيرفع برضو في خلال الفترة القادمة والأيام القادمة على صفحة بنذاكر أو على قناة اليوتيوب وموقع بنذاكر. هنستكمل أيضا الحاجة الثالثة بقى، هنستكمل قطع النحو. احنا كنا في مسيرة ال100 فقرة اللي متابع معايا من كتاب الامتحان، كنا وصلنا للفقرة 73. ان شاء الرحمن الرحيم برضو الفترة القادمة هتلاقي الفيديوهات تنزل تباعا لإجابة الفقرات اللي فاضلة لغاية الفقرة 99. وكتاب المدرسة كنا جاوبنا فقرات كتير، تدريبات كتيرة من التدريبات العامة، وعلى فكرة اجذب الانتباه التدريبات دي مهمة جدا يا جماعة، مهمة وفيها اسئلة كتير، وارجو ان احنا نراجعها لو سمحتوا. يعني انت لو ما راجعتش حاجة خالص في النحو وعايز تراجع معايا في الفترة دي بجد ما تسيبش ال21 تدريب بتوع كتاب المدرسة، وحتشوف ان الافكار بتاعت اسئلة النحو جت من الكتاب بالنص، وبالذات في التثنية والجمع والاسناد للضمائر والهيصة ديت لانها مهمة جدا، وانا وربنا عني يعني ان انا اعالجها لك كويس قوي في ال21 تدريب بتوع كتاب المدرسة. يبقى دليل التقويم والامتحان التجريبي وقطع النحو سواء من كتاب الامتحان وكتاب المدرسة، وطبعا كافية جدا ان شاء الله هذه القطع انها تخلي لك النحو طبعا تجيب في الدرجة النهائية بإذن الرحمن الرحيم. هنكمل ايضا مسيرة النصائح اللي كنا بنقدمها، اللي هي النصائح 10 لما قبل امتحان الثانوية العامة. كنا وصلنا للنصيحة الثالثة، وان شاء الرحمن الرحيم النصائح هتنزل تباعا. وقد ايه النصائح دي مهمة يا جماعة، لانها فعلا بتعالج نقاط غير علمية لكنها مهمة للغاية في إدارة الموقف، وهي موقف مهم ان احنا داخلين امتحان ازاي نديره وازاي ما نضيعش اي حاجة ولا اي حاجة نسها عنها وتقع مننا. اخر حاجة بقى بنقدمها ودي تعتبر يعني زي ما نقول ختامه مسك يا رب ان شاء الله باذن الله ندعي ربنا، ان سنويا بنقدم برنامج اسمه اخر كلام. البرنامج ده كنا قدمناه في 2014 والحمد لله رب العالمين وفقنا فيه ربنا جدا جدا، وان شاء الرحمن الرحيم هيوفقنا السنه دي باذن الله رب العالمين، طمعانين في ربنا وربنا كريم. برنامج اخر كلام بيحتوي على يعني اخر كلام بقى زي ما بيقولوا، يعني اول حاجه بيحتوي على موضوع التعبير. هنناقش 3 موضوعات، هقدم لكم نموذج ل3 موضوعات، عناصر مهمة جدا، معلومات مهمة جدا عن موضوع عن قناة السويس، موضوع عن النيل، موضوع عن الشباب، موضوع عام نقدر ان احنا نكتب فيه افكار
كتيرة، هديكم عناصر وهديكم معلومات بإذن الله في برنامج آخر كلام. كمان هحط لكم بإذن الله جدول للأسبوع الأخير، إزاي نذاكر الأسبوع الأخير، نبدأ بإيه، كل نص ياخد قد إيه، اليوم الأول نبدأ إمتى، اليوم الأول هنخلص إيه، اليوم الثاني نخلص إيه، وهكذا. فسمحتوا يا جماعة الحتة دي مهمة قوي، لأن الأسبوع الأخير ما ينفعش خالص نمشي عشوائي ولا نمشي كده بظروفها، لا طبعا ما ينفعش خالص، لازم خطة ولازم جدول، وربنا يوفقنا في الآخر إن شاء الله. فهقدم لك جدول، يبقى في برنامج آخر كلام هنقدم التعبير وهنقدم الجدول بتاع طلاب علشان يعرفوا يذاكروا عليه بإذن الله. كمان هنقدم من خلال برنامج آخر كلام مختارات. المختارات ديت هي يعني زي ما نقول كده ايه، عارف النحلة كده لما تلف على الحدائق وتجمع الرحيق الزهور وترجع يعني تخرجه عسلا، اهو انشاء الرحمن الرحيم، سنطوف بين الكتب اختار لك مجموعة اسئلة مختارة، مختارة مش بقى اسئلة وخلاص، لا اسئلة مختارة من كتاب المدرسة ودار التقييم امتحان الثانوية العامة وكتب خارجية، المهم اسمها مختارات. مختارات ديت اسئلة مهمة للغاية في جميع فروع اللغة العربية. ثم أربع امتحانات نموذجية هقدم لكم إن شاء الرحمن الرحيم، أربع امتحانات نموذجية تحاكي امتحان الثانوية العامة. الأربع امتحانات دولت يا رب يوفقنا ونلاقي القطعة فيها بالنص إن شاء الله والأسئلة منها بالنص إن شاء الله، والأربع امتحانات دولت معاهم إجابتهم النموذجية، بحيث إن احنا بإذن الله نكون عملنا اللي علينا لآخر لحظة بإذن الله رب العالمين. يا رب شباب يوفقنا ويعيننا ويقدرنا على ان احنا نقدم لطلاب مصر الرائعين كل ما يفيدهم وكل ما يجعلهم يحصلوا على الدرجات النهائية عشان يفرحوا ويفرحوا اهاليهم، وده حق كل طالب مصري ان هو يتعلم كويس. ويا رب يا رب يكون اللي بنقدمه يخليك تتعلم كويس، وان شاء الرحمن الرحيم تبقوا جيل رائع تاخدوا البلد للامام يا رب، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.